وسط التوتر المستمر بين أنقرة ودمشق في ظل العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي السورية، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات تصالحية تجاه الجارة سوريا، مشددا على ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات معها. أردوغان لم يستبعد الحوار والحلول الدبلوماسية مع دمشق، نافيا في الوقت نفسه أي أطماع لبلاده في الأراضي السورية. فأي رسائل يريد الرئيس التركي إيصالها للسوريين؟ ماذا عن انعكاساتها على العلاقات بين البلدين؟ لمناقشة هذا الملف معنا من اسطنبول مدير مركز اسطنبول للفكر الدكتور بكير أتجان، وينضم إلى من دمشق الكاتب والباحث السياسي طالب إبراهيم. أهلا بكما ومساء الخير لكما، وأهلا بكما في الرادار. أبدأ معك هذا الحوار سيد طالب إبراهيم. لغة أقل ما يقال عنها تصالحية هي تلك التي استعملها أردوغان تجاه سوريا والقيادة السورية والشعب السوري. يا ترى كيف تلقت سوريا هذه اللغة التصالحية، وكيف ستتعامل معها مستقبلا؟ مساء الخير لك ولضيفك ولمشاهديك. حقيقة هذه لغة جيدة ولغة يمكن أو تلقتها دمشق بشيء من التفاؤل والتفاؤل الحذر، ربما بعد سنوات من الخصام وبعد سنوات وصلت فيها الأمور إلى حافة الحرب بين البلدين، الآن يبدو أن الأمور تتجه نحو الاتجاه الصحيح في العلاقات بين البلدين. هناك أكثر من مسألة تجمع بين سوريا وتركيا، وأعتقد أن عشرات الأمور التي تجمع بين سوريا وتركيا أصبحت الآن ذات ضرورة ملحة. احتمال تقسيم سوريا وإقامة كيان انفصالي كردي في الشرق، تنامي نشاط جماعة الإرهابية، مسألة الأمن الغذائي، مسائل الهجرة العابرة للحدود، مسائل الأمن الداخلي في البلدين مترابطة، ولا يمكن أن يكون أي من البلدين آمن والبلد الآخر غير آمن، من سوريا القومي من أمن تركيا القومي. وبالعكس أعتقد أن القيادة التركية الآن تسير بالاتجاه الصحيح والاتجاه المناسب والاتجاه الذي كان يجب أن تسير عليه منذ البداية في الأزمة السورية. علينا أن نتذكر دائما أنه في السياسة لا يوجد أعداء دائمون ولا يوجد حلفاء دائمون، هناك توازنات قوى وهناك مصالح، والسياسي الذكي هو الذي يوائم بين مصالحه وتوازنات القوى على الأرض. وأعتقد أن القيادة التركية تتمتع بالكثير والكثير من الذكاء والدهاء والحنكة والحكمة. سيد بكير أتجان، لماذا الآن؟ ما سر التوقيت في هذه الدعوة من أردوغان؟ يعني يجب ربطها بعاملين مهمين جدا. العامل الأول وهو بعد كورونا كما هو معروف، يعني أصبحت العالم عالم جديد ونظام عالمي جديد، وهذا لها مؤشرات، وخاصة الحرب الأوكرانية الروسية وهي الآن موجودة في حوض البحر الأسود، والتي تؤثر مباشرة على تركيا، على أمن واستقرار تركيا. إذن تركيا في مأزق من الناحية الجغرافية ومن الناحية حتى الإقليمية والدولية. ثانيا والتي هي أهم، يعني ذهبت منذ فترة تركيا إلى يعني عامل مهم، وهي أن تكون هي دولة توازن في العلاقات مع جميع دول العالم، وعلى رأسها لابد أن تكون في دول الجوار، فإذا لن تتحقق في دول الجوار كيف تكون دولة توازن مع الدول الأخرى؟ لذلك هذه العلاقات في الفترة الأخيرة، إن كانت مع الإمارات، مع السعودية، مع مصر، مع إسرائيل، مع العراق، مع اليونان، مع أرمينيا، والآن مع سوريا، فكانت لابد منها يعني تقارب بديهي. ولكن أعتقد بأن هذه التقارب سوف تحتوي شروطا كثيرة وليست بهذا الشكل. يعني شروط، نعم، أردوغان من قال لابد، شروط من من؟ شروط من الطرفين، شروط من الطرفين، من الطرف السوري ومن الطرف التركي، لابد أن تكون شروط. يعني التقارب ليس بهذه التصريحات تستطيع أن تكون هذا التقارب بعد أن مضى أكثر من 12 سنة. ولكن اسمح لي سيد بكير أتجان، إذا تحدثنا عن الشروط تفضل. قد يكون من البديهي ربما
أن يتفهم البعض الشروط السورية أكثر من الشروط التركية، كون تركيا هي التي قدمت الدعم السياسي والمادي والعسكري للمعارضة السورية. اسمح لي فقط في هذه النقطة أعود إلى السيد طالب إبراهيم، هل يمكن أن تتحقق هذه المصالحة مع هذا الدور الذي لعبته تركيا طيلة أكثر من 10 سنوات تقريبا والدعم الذي قدمته للمعارضة؟ يا ترى ما نوع الشروط التي يمكن أن تطالب بها الآن دمشق؟ أولا لا أعتقد أنه يمكن أن تتحقق أي مصالحة مع استمرار الدور التركي على ما هو. المشكلة كانت في الدور التركي عندما أصبحت تركيا مستقرا وممرا ومنطلقا للإرهاب إلى سوريا ولجوار سوريا. الجميع يعلم الدور الذي لعبته تركيا في الكثير من المشاكل، ولم يكن دورا بناء ولم يكن دورا إيجابيا على الإطلاق. هذا شيء نتمنى أن يكون قد أصبح من الماضي في تفكير القيادة التركية التي عليها الآن أن تنظر إلى عالم جديد وعالم يعاد تشكيله. أيضا هناك بنى سياسية واستراتيجية عالمية تقوم وتأخذ دورا كبيرا، وربما تكون سوريا جزءا منها. إذن لابد لتركيا أن تمتنع نهائيا عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعن احتلال الأراضي السورية وعن دعم الجماعات التي تقوض سلطة الدولة السورية وإمكانية سيطرتها على كافة أراضيها. لو كانت الدولة سوريا بقوتها ولو لم تكن مشغولة بعشرات آلاف أو ربما أكثر من الإرهابيين الذين تدعمهم تركيا في الشمال، لما كانت هناك مشكلة في الشرق السوري وكان الجيش السوري قادر بكل بساطة أن ينهي أمر قسد وغير قسد وحتى الوجود الأمريكي. ولكن الدور التركي لم يكن مساعدا في هذا المجال، وقد ارتد سلبا على تركيا وارتد سلبا على سوريا. الأمر الجيد أن الآن هناك مراجعة جدية في تركيا، ويبدو أن هناك محاولة لإعادة إنتاج نسخة جديدة من سياسة صفر مشاكل، وهذا الأمر يقتضي تنازلات من تركيا. أما إذا سئل المرء سوريا ماذا ستقدم تنازلات، ماذا فعلت سوريا لتركيا؟ هل فتحت لها أبوابها؟ هل قدمت لها كل شيء ممكن؟ كانت العلاقات السورية التركية مثالية، وكانت سوريا وما زالت هي البوابة الحقيقية والطبيعية لتركيا باتجاه العالم العربي. الاقتصاد التركي أصيب بأضرار هائلة جدا على مدى 10 سنوات في عمليات التصدير والاستيراد التي توقفت عبر سوريا، أيضا بسبب وجود ملايين اللاجئين والذين تسببت بهم السياسة التركية وليس السياسة السورية على الإطلاق. إذن يجب أن يكون تنازل تركيا بالأساس ليقابله تفهم لهواجس تركيا الأمنية من قبل سوريا، وهذا أمر ضروري ومنطقي وهناك معاهدات تضمن ذلك. سيد بكير أتاجان، أردوغان قالها صراحة بأن أنقرة ليس لديها أطماع في الأراضي السورية. ماذا عن العملية العسكرية في الشمال السوري؟ ماذا عن دعم المعارضة؟ هل نفهم بأن أنقرة الآن ستتخلى بشكل نهائي عن دعم يعني المعارضة بكل فصائلها وأنواعها؟ سيدتي العزيزة، دعني أشير إلى نقطة ذكرها ضيفك الكريم قبل قليل عندما قال في مثل بالعربي بيقول ضربني بكى سبقني واشتكى. يعني للأسف الشديد الشكوى يجب أن تكون من طرف تركيا، ولكن الطرف السوري الآن يقدم شكوى من تركيا. لماذا؟ لأن أكثر من 40-50 سنة من زمن الأب الأسد إلى الإبن إلى الحفيد هم الذين قدموا وما زالوا يقدمون للحركات الانفصالية الدعم العسكري والسياسي بكل أشكالها. حتى العمليات التي نفذت من طرف المخابرات السورية داخل الأراضي التركية واضحة دكتور بكير. جدا. لذلك خليك محضر خير تفضل. مثل ما يقول أيضا المثل المصري، يعني كان يتحدث عن وقائع السيد إبراهيم عن دعم تركيا في السنوات العشر الماضية، وليس فقط السيد إبراهيم، الجميع يعرف الدعم العسكري والسياسي الذي قدمته تركيا للمعارضة من أجل إسقاط الحكومة السورية ونظام الأسد. يعني صراحة يا سيد بكير أتاجان لا يمكن إنكار ذلك. نعم، أقول تركيا سوف تستمر بدعمها السياسي والعسكري للمعارضة السورية، لأن هذا النظام قتل وشرد هؤلاء كانوا يطالبون بالحرية والكرامة، لن يقتلوا.
بينما من الذي كان يستعمل القتل والإرهاب بالبراميل؟ النظام السوري. من الذي شردهم إلى تركيا؟ النظام السوري. من أرسل هؤلاء قسد والنصرة وداعش؟ النظام السوري. ماذا فعل هؤلاء؟ يعني شردوهم من المدن الكبيرة إلى الحدود التركية. وهذه هذا كان العمليات من الماضي. التي جاءت بالتنسيق مع الدولة السورية إلى الآن وما زالت مستمرة. تركيا نعم تقول تقول نحن ليس لنا أطماع في الأراضي السورية ونحن على استعداد أن نجلس ونتحاور معهم من أجل حماية الأمن والاستقرار لسوريا ولتركيا، ولكن ضمن مواثيق وليس كما كانت وسوف تستمر إلى الآن أو في المستقبل. نعم. ثالثا والتي هي نقطة مهمة، يعني تركيا تقول نحن على استعداد لمحاربة الإرهاب منهم الانفصاليين وداعش والنصرة، ولكن يجب أن يكونوا جديين في هذا الحرب وليس كما يقولون من تحت التبن يمشون كل شيء. ضيفك يعرف ما هذه الأقوال. دعنا نعطي الفرصة أيضا للسيد طالب إبراهيم طبعا ليعلق على ما ذكرته من هذه النقاط. تفضل السيد طالب إبراهيم. بس إذا ممكن من الأب إلى الإبن. نعم سأجيبك لا تستعجل، وأعتقد أنه أن لديك ضعف في الذاكرة لذلك أنا لا ألومك، لأن كل هذه المشاكل طويت عن 98 بمعاهدة سورية تركية شهيرة وأعيدت العلاقات إلى نصابها الصحيح أي منذ أيام الرئيس حافظ الأسد. وفي الأيام التركية كان أردوغان مقيم في دمشق. كانت بالشكل اسمح لنا سيد بكر أتجان. دع سيد إبراهيم يعلق على ما ذكرته من نقاط. تفضل سيد طالب إبراهيم. وفي أيام الرئيس أردوغان كان يقيم في دمشق وفي القصر الجمهوري، وكان هاكان فيدان يقيم في الفرع الداخلي في سوريا وفي إدارة المخابرات العامة السورية أكثر ما يقيمون في أنقرة. يعني ما بعرف إذا كانوا هؤلاء يتآمرون على تركيا. القضية هذه انتهت، سوريا لم تتدخل في الشأن التركي منذ أكثر من 25 عام أو 30 عام. وعلى العكس تماما كنا ننظر إلى تركيا كقوة إسلامية وقوة كبيرة وجارة كبيرة يمكن أن تعوض لنا شيئا من التوازن في معادلة أي صراع محتمل قد يدور في المنطقة وخصوصا مع العدو الإسرائيلي. للأسف هنا راودت بعض الأخوة في تركيا أحلاما عثمانية وأنهم قادرون أن يسقطوا سوريا ومن بعدها باقي المنطقة. من الواضح هناك شيء من الإمبراطورية. الآن احنا نتحدث اليوم عن هذه الدعوة الجديدة. الآن الأمور هل ترى بأنه فيها جس نبض يا سيد طالب إبراهيم أن هناك نوايا تركية حقيقية لمد جسور العلاقة مع تركيا من أجل الوصول إلى صفر مشاكل مع هذه الدولة الجارة؟ لا هناك نوايا حقيقية ونوايا نابعة من توازنات القوى في سوريا. روسيا موجودة في سوريا الآن كقوة إقليمية كبيرة. أيضا هناك سمت تفاهمات عميقة بين الثلاثي الإيراني التركي الروسي، وهي تفاهمات تمت في طهران منذ وقت قصير. كما أن تركيا الآن لديها الكثير من المشاكل المختلفة، وهناك أيضا الوضع الداخلي التركي المتضمن الانتخابات الرئاسية التركية، المزاج الشعبي العام في تركيا الرافض لوجود تلك الأعداد من اللاجئين. كل هذه الأمور تشي بأن السياسة التركية الآن ربما صحيحة بغض النظر عن الدوافع. أيضا الموقف التركي أو موقف الرئيس رجب طيب أردوغان كان على خلفية من لقاءات دائمة ومستمرة بين العديد من الشخصيات خصوصا على المستوى الأمني والاستخباري بين البلدين. أيضا الوساطة الروسية الناشطة والناشطة جدا في المنطقة، وهناك احتمال أن تنضم تركيا إلى منظمة شنغهاي الأمن والتعاون هي وإيران. إيران أصبحت عضوا ومن المرجح أن يتم قبول عضوية سوريا، وبالتالي أقول لك أن هناك بنى سياسية جديدة تتشكل في العالم تعاد رسم الخرائط. تركيا الآن تتجه ربما باتجاه آخر وهو الاتجاه الصحيح والذي نتمناه. تركيا بلد جار وصديق والشعب التركي جار وصديق، وبيننا وبينهم من الروابط ما لا يقل عن روابطنا بباقي الشعوب العربية، ونتمنى أتمنى
لهم كل خير، شرط أن لا يتم التدخل في شؤوننا وأن ينسوا تماما مسألة دعم الإرهاب والجماعات التي قوضت استقرار الدولة السورية. وهؤلاء بالتأكيد الذي خان وطنه سوريا لن يكون وفيا لتركيا أو لأي بلد آخر. سيد بكير أتجان، أنت تبتسم طيلة الوقت، والسيد طالب إبراهيم يجيب أيضا بلغة تصالحية معك. الآن لا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، هناك فقط علاقات تتعلق بالاستخبارات، يعني تواصل استخباراتي بين البلدين. هل نتوقع اتصال هاتفي من الرئيس أردوغان للرئيس بشار الأسد في الأيام المقبلة قد يقلب كل المعادلة الإقليمية؟ أولا يعني أنا بكل صدق وإخلاص أقول لك أتمنى أن تكون علاقات جيدة مع سوريا وتركيا، لأن الشعبين أقرباء، جيران، علاقة تاريخية، مصير مشترك. مع كل هذا لابد أن نكون نحو المستقبل علاقاتنا جيدة، لا توجد مشاكل بيننا وبينهم. ولكن أنا أبتسم وأضحك لأن ضيفك يخبئ شيئا ويقول شيئا آخر. نتمنى أن نكون صادقين، صادقين فيما ندعيه، ليس في الكلام وإنما في الأفعال. عندما قال بالاتفاقية أضنة التي يقصد فيها بعد هذه الاتفاقية ميراج أورال الذي هو يحمل الجنسية التركية ويحمل الجنسية السورية باسم كيالي، علي كيالي، ما زال متواجدا على رأس الفصائل التي تحارب تركيا قبل الاتفاقية وبعد الاتفاقية. عندما كانت العلاقات التركية السورية في أوجها، عندما كان حقان فيدان وأردوغان في دمشق، هؤلاء كلهم كانوا تحت الطاولة للأسف الشديد. لذلك لابد أن نكون صادقين، ليس في الكلام، في الأفعال، ويجب أن نقولها. فإذا أرادت سوريا كشعب وكقيادة من تركيا، لابد أن تعرف جيدا بأن ما يحصل في سوريا هو ليست لصالح الشعب السوري وليست لصالح الشعب التركي أيضا طبيعي. ولكن أيضا أستبعد، وهذا غير ممكن لا الآن ولا في المستقبل القريب، أن يكون اتصال مباشر بين الأسد وبين أردوغان. ولكن لابد العلاقات الدبلوماسية والسياسية لابد حيكون اتصال. لماذا؟ لأن العلاقات الاستخباراتية لن تعطي نتائج إلى الآن، فكان لابد أن تكون على مستوى أعلى، ولكن هذه لن تكون على مستوى رئاسة لابد لا الآن ولا في المستقبل القريب. لأن مصلحة الشعوب تتطلب، ولكن غير ممكن إذا استمر نظام الأسد في قتل وتشريد الشعب السوري بجميع مكوناته على حساب كما يدعي الأمن القومي التركي. يا سيد بكير، نحن سيد إلى بكير جانب العلاقة الأخوية، ولكن للأسف هذه ليست علاقة أخوية، العدو يعني لا يفعلها. إسرائيل لن تفعل بسوريا كما فعلوها، علما بأنهم باعوا الجولان لإسرائيل وشردوا مئات الآلاف. أنت خلطت كل الملفات مع بعض اليوم السنوات. سيد بكير، سيد بكير، أنا أعذرني على المقاطعة سيد بكير، لابد أن أقاطعك، يبدو بأنك لا تسمعني. سيد طالب إبراهيم، لابد من الحديث عن الدور الروسي في احتمال هذا التقارب بين دمشق وأنقرة. يقال بأن هذا الأمر عرض على أردوغان في قمة سوتشي من قبل الرئيس بوتين. ما الدور الروسي برأيك في ما يجري الآن ربما من تقارب سوري تركي؟ أولا يعني الضيف لديه ضعف ذاكرة واضح، لذلك أنا لا ألومه بالخلط، حتى الخلط الذهني بين مختلف الملفات. وأيضا المسيح عليه السلام قال إنك ترى القشة في عين أخيك وأما الخشبة في عينك لا تراها. عودة إلى سؤالك، نعم هناك دور روسي كبير وكبير جدا ومهم، وهناك دور إيراني، وأعتقد أن روسيا التي أعطت تركيا أوراقا كبيرة ومهمة جدا في الصراع الأوكراني وفي مسألة أمن الغذاء العالمي، عندما كانت تركيا هي عراب الاتفاقية الشهيرة بتصدير القمح الأوكراني، لن تضحي بمصاريعها الاستراتيجية مع روسيا. التبادل التجاري الروسي التركي كبير وكبير جدا، أيضا التبادل التجاري الإيراني التركي كبير وكبير جدا، وهؤلاء أقرب حلفاء إلى سوريا، وأعتقد أن الأتراك ينظرون لهذا الأمر بتقدير كبير ولا يمكن أن يخسروا. وبالتالي نعم تركيا تسمع كثيرا هذا الكلام من روسيا ومن إيران، وهي ربما بدأت خطوات
بهذا الاتجاه، ولكن حول إمكانية أن يتصل الرئيس أردوغان أو لا أتصل، أقول للضيف أن لا يجزم في شيء. خلال الشهرين القادمين ربما يلتقي الرئيسان في مكان ما، وهذا أمر نتمناه في نهاية المطاف. تركيا ليست عدوا وليست كإسرائيل، ولا نعتبرها ولا نقبل كلام الضيف على الإطلاق، من أرسل مئات آلاف الإرهابيين إلى سوريا، من درب، من سلح، هذه أشياء نتمنى أن ينسوها، لأنها جراح لنا وآلام كبيرة لنا، ونحن مستعدون لتناسي ذلك. شكرا جزيلا لك طالب إبراهيم، نتمنى أن ينسوا هذه المرحلة. سيد طالب إبراهيم الكاتب والباحث السياسي من دمشق، شكرا. أشكر أيضا مدير مركز إسطنبول الفكر الدكتور بكير أتاجان من إسطنبول، شكرا جزيلا لكما.